ما بعتش ممنوعات دروغ حاجات خممت ما دخلتش في رزوات فيهم ريسك على حياتك على جملة. وعليش وانت مقاين عليك واحد نخدم يمشي نخدم مرمى انا في كنت صغير ما عنديش نمشي نخدم مرمى قلت لك تعلمت الصنايع الكل الدهن التكسير الحيوت اللوندويت برشا حاجات عملتهم وانا صغير خدمت في السيكوريتي خدمت برشا حاجات كل شيء كل شيء خدمته كل شيء عملته في وانا صغير. تقول لي الدنيا غليت تو في تونس تحس بها تفهم الاوروبيه تمام تفهم معناتها حاجه غاليه حاجه رخيصه حاجه ياسير نفهم انا اكثر واحد محتك بالزوالي في تونس معناتها نعرف كل شيء. وقت يقول لك كان جون راني عندي 10 سنين بطل وناوي نحرق أي. شنو تقول نقول له الحرقه هي الحرقه ماهيش حل باش تسافر عادي وبوريقك وكل شيء ما يسالش ما فيها بس اما الحرقه ماهيش حل. نعرف اللي الوضع صعيب نعرف اللي العباد تهمشت تميزرت القطاعات كل ضربت ما يسالش نصبروا عليها البلاد ونقدروا الخير ونحاولوا ندزوا ونخدموا المستقبل افضل. وكاو يقول لك من الهم نتكيف في الزطله مش نورمال انت توا الشباب مهمش ميزر فقير فهمت ما توفرلوش لا دار شباب.